بدوره أكد سعادة النائب علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أن تسلم البحرين لرئاسة الاتحاد البرلماني العربي يمثل دلالة على نجاح دبلوماسية مملكة البحرين البرلمانية وتميزها في المحافل الخارجية. تسلم البحرين رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، وهذه خطوة إيجابية كبيرة وتبين وتثبت علو قدم البحرين في كل المحافل الدولية. لذلك هذه يعني الرئاسة تعتبر نقلة نوعية، مقدمين على يعني مرحلة قادمة كبيرة يتطلب منا ان احنا نوحد الصف العربي، نفعل الدبلوماسية البرلمانية، وبكون ان احنا ممثلين لشعوبنا العربية، يعني نرحب باي مبادرة تضامنية تجعل الوطن العربي موحد في كافة الميادين.